سيدنا سنة 85 نيابتك تم رسمتك كأسقف عام للخدمات العامة والاجتماعية. كلمنا سيدنا عن الفترة دي وإيه هي الخدمات الأسقفية اللي نيابتك قمت بيها. هو أسقفية الخدمات كان في حاجتين مهمين، كان جزء خاص بالخدمات التنمية وخدمة المحتاجين، وجزء خاص بالعلاقات المسكونية، والاثنين كانوا مرتبطين ببعض، لأن كان مشروعات اللي كانت الأسقفية بنجيبها بتبقى ممولة من هيئات متصلة بمجلس الكنائس، فكان مهم الأسقف اللي هو يبقى مسؤول عنها يبقى له علاقات خارجية مع هذه الآيات من خلال مجلس الكنائس. طبعا يعني المتناح الأنبا صموئيل كان هو اللي بدأ بفكرة المشروعات، يعني مشروعات تنمية، وبعدين هو تنيح في حادث المنصة، وبعدين مسك الأنبا أثناسيوس لحد ما البابا رجع من الدير في 85. وبعدين في أول رسامات أساقفة يعني اختارني أنا، وقتها كنت بخدم في سويسرا، فحد استغربه ومش معنى يعني اختارني أنا، لأن أنا ما كنتش أعرف حاجة عن أسقفية الخدمات، يعني ممكن ما دخلتهاش في حياتي غير مرة واحدة قبل ما سافر سويسرا، لأنه ما كانوا بيعملوا كوكس الكاس اللي بيتطبق ده، فروحت أخد منهم هناك حاجة زي كده. فالناس افتكرت أن أنا يعني اختارني عشان أنا جبت الفلوس بتاعت الأنبا صموئيل اللي كانت موجودة في سويسرا، إن محمد حسنين هيك كتب أن الأنبا صموئيل ترك مش عارف كذا مليون في حساب في سويسرا. طبعا الكلام ده مش مظبوط، يعني أنا جالي الحساب بتاع الأنبا صموئيل كان في مبلغ بسيط زي أي حد بيحط، إنما كل شعبي كلها أساس. يعني هو الأنبا صموئيل كان بيهتم بالأقباط اللي في الخارج، فكان في أقباط اللي هم يعني كان لسه في أقباط بيكافحوا، وفي أقباط يعني اللي هم مشوا في الخمسينات عندهم إمكانيات، فكان بيخليهم يساعدوهم يعني. فإنما هو نفسه ما كانش طبعا، لأن مش ممكن أي هيئة تدفع فلوس في حساب خاص طبعا، يعني ده مش ممكن يكون كده. فالكلام يعني المهم يعني مش حقيقي مش حقيقي يعني، بس برضو ان اللي هيقرا كتاب خريف الغضب هيقل هذا الموضوع، فيفتكر فعلا الأنبا صموئيل ساب ملايين في حساب ليه في سويسرا. يعني الناس تفتكر ان اي حد عنده حساب في سويسرا يعني راجل مثلا مليونير، بس اي حد، انا لما روحت اخدم هناك قالوا لي اعمل حساب عشان نبعت لك مثلا ال 500 فرنك اللي كانوا بيبعتوها يعني وقتها، فمش شرط يعني انه حساب في البنك يبقى راجل مليونير حقيقي فعلا. حساب البنك صح يا سيدنا، احنا بنعمله هنا عشان حتى نشتغل، يعني اي شغل هنشتغله لازم يتحط عن طريق الحساب، وليس ان احنا ناخد الفلوس نقدي في ايدنا يعني. المهم يعني، فانا يعني لما كلفت البابا اختارني هناك، طبعا كانت فترة الأول صعبة، لأن كان أسقفية الخدمات كانت المكان اللي كانت اللجنة الخماسية فيه، وكان ليها موقف بالنسبة لقداسة البابا يعني، فيعني فكان موقف حساس شوية بالنسبة لي يعني. وأنا يعني بصفة أن أنا شخص ما كنتش معروف للأسقفية ولا الخدام اللي فيها ولا الأسقفية ولا نعرفهم، فدي ساعات بتبقى ميزة يعني. يعني البابا شنودة كان لما يكون في منطقة فيها استقطاب فيجيب واحد ملوش اللي هو يعرفه ولا هو يعرفه من خارج عشان المكان، يبص بنظرة ملهاش دعوة بال نظرة محايدة. وأنا بالنسبة لي يعني متنيح الأنبا صموئيل أنا لم أتقابل معه في حياتي غير مرة واحدة يعني، فما كانش برضو ليا يعني هو أسقف جليل في الكنيسة لكن ملاش دعوة بالسياسات. لذلك عملت أنه لما جيت في المكتب ويحط الصور، فأنا حطيت تقليد أن احنا نحط صور كل الأسقفة بالتدريب، فالأول أول أسقف مين؟ الأنبا صموئيل، ما عايزين نحط صورتي. قلت لهم لا، نحط الأنبا صموئيل ومثلا وبعدين اللي هيجي بعد يبقى، ومش التقليد ده ان يتحط صور الاساقفه في نفس المكان، بدل ما يشيلوا صوره يحطوا مكانها صوره يعني. صحيح. فبرضه مثلا حاجة جميلة دي، الناس فيه. كانت مثلا عندها حساسيه ان انا هقعد في مكتب الأنبا صموئيل، طبعا فروحت مغير، عملت السكرتاريه مكتب، والمكتب عملت سكرتاريه عشان خاطر اللي يخش
ما يبقاش يعني يتحصل انه شايف ان في واحد قاعد على المكتب اللي كان بيقعد على الانبا صامويل. يعني في بعض الحاجات بيبقى فيها حساسيه. دي حكمه سيدنا من يفتك. ما هو المشاعر مهما كانت يعني طبعا. الناس برضو يعني ففي يعني بعدين انا ركزت قلت يعني كل واحد بشخصيته. يعني انبا صامويل خدم واجتهد طبعا شخصيه عظيمه. بس الانسان يعيش شخصيته ما يعيش شخصيه غيره يعني. صحيح. فأنا كان يعني وضعي مختلف لأن أنا كنت يعني مقيم مع البابا فالعلاقة قوية ما كانش زي قبل كده. كان صوفيا حاجة والبطريركية حاجة ويعني اجتهدنا بحيث أنه يعني نقوم يعني بمشروعات ودي حقيقة فادتني أن أنا أعرف الكنيسة القبطية من القاع. صحيح. يعني أنا كنت أروح مثلا أزور أبوشية ما أزورش المدينة. يعني ما ليا شغل في المدينة أروح قرية عشان إحنا مثلا بنعمل مشروعات في القاهرة. مثلا كنت أروح الأحياء اللي هي زي عزبة الورد عزبة شعبية. النخل ما أروحش مثلا مصر الجديدة. يعني ما كانش مثلا لا أعرف معهم مثلا ما حصل في كنيسة في مصر الجديدة ولا في الزمالك ولا في الحتت دي. دايما أروح لأن ما كناش نحتاج لتبرعات من الأقباط. يعني كان كل شغل مع الهيئات. فأنا كان يعني شفت الكنيسة القبطية زي ما أقول في قاع واحتياجات الناس. بس شفت حاجة جميلة كانت هي اللي بتديني الانرجي في الصعوبات اللي أنا بواجهها من التعامل. يعني احنا خدنا فترة برضو يعني الهيئات كانت متعودة على وضع معين. برضو بعض الناس من اللي كانوا في الأسقفية ابتدوا يعني يهاجموا عشان يفشلوا الأسقفية. يعني كان في صعوبات كده طبعا. وأنا طبعا جديد يعني ما أعرفش لا أعرف في مشروعات ولا أعرف في هيئات ولا أعرف في حاجات زي كده. يعني كان البرنامج الوحيد اللي أنا بكون يعني أفهم فيه شوية اللي هو كان البرنامج الطبي بحكم الخلفية. لكن مثلا إيه حضانات مراكز مثلا مرأة فأنا ما أعرفش يعني أنا ما كنت ايه حاسس مركز تدريب مرأة ولا بي يعني بيعملوا مثلا مفارش وحاجات زي كده. ما اعرفش المفرش ده كويس ولا وحش يعني. فكنت اتعلم بقى يعني اخش في مكان اعرف مثلا في حاجه عرفت حاجه اروح في حته تانيه انقل خبره من مكان لمكان. يعني ايه اعلم نفسي. جميل يا سيدنا. فابتديت اتعلم يعني مثلا تدريب مهني. يعني ايه مركز تدريب مهني برضه ما اعرفش ايش. صحيح. زراعه. فابتديت يعني اعلم نفسي وفي نفس الوقت برضه اتعلم ابتدينا نتعلم برضه حكايه الحسابات. يعني لازم نكتب بروجكت بروبوزال ونقدم وبعدين نعمل ميزانيه وبعدين مش عارف نكتب تقرير. كل الحاجات دي يعني لازم الواحد يعرفها طبعا حتى لو مش انا اللي بعملها يعني. لكن أنا أكتر حاجة يعني في الحقيقة استفدت بيها هو قيمة الإنسان. يعني الكنز الحقيقي لكنيستنا هي شعبها. صحيح. يعني لما كنت أروح في القرى وأشوف مثلا إحنا كان أغلبيتنا خادمات لأن إحنا يعني برمج مرأة طفولة فطبعا هتبقى خادمات يعني. صحيح. ستات كلها. فكنت أشوف إزاي الواحدة البنت الخادمة دي مثلا إزاي تركب ميكروباص وتروح عشان تروح تخدم في مركز المرأة. فالإخلاص ده اللي كنت أشوفه هو ده اللي كان دايما يديني الدافع. وإن دي القوة اللي هي بتخلي برامجنا فيها صدق وفيها نجاح إن الله ينظر إلى هؤلاء الناس. صحيح. طبعا إحنا برضو واجهنا إنه الصف الكبير مشي. فاعتمدنا على الشباب وبعدت وخد بعثات. فطلعت من الأسقفية بثلاث حاجات مهمين. أول حاجة يعني قوة الإنسان القبطي ومحبته لكنيسته وبذله وتضحيته مهما كانت ظروف قليلة. أهمية الشباب وأهمية المرأة. طب الحمد لله سيدنا. لأن دي اللي خلتني أشوف إن كان 80% من الأسقفية خادمات. صحيح.
وفعلا نجحنا ان حتى السينيور بوزيشنز في الاسقفيه كان دايما يعني مدير البرامج بيبقوا رجاله كبار كده، حتى برنامج المراه كان مديره راجل. فعملنا يعني بروموشن للمراه بحيث ان احنا وصلنا، ودي طبعا كان حاجه الهيئات بينبسطوا منها طبعا، ان يبقى في دور للمراه وفي دور للشباب. واحنا عندنا فعلا فعلا يعني الشباب كويس. في نفس الوقت عرفتني الكنائس الاخرى انه احنا دايما كان عندنا يعني الكنائس البروتستانتيه الكاثوليكيه دول جايين عشان يخطفوا اولادنا، لكن الاسقفيه ادتني ناحيه تانية ان في كنائس بروتستانتيه وكاثوليكيه عايزين يساعدونا ويقفوا معانا. صحيح. وبالذات ان انا لما رحت سويسرا كنت عايش في دير كاثوليكي، وكنا الكنائس كلها بنصلي في كنائس هما بيدوها لنا يعني بروتستانتي لحد ما اشترينا كنيسه زينا هنا في هولندا. فانا يعني ادتني صوره ثانيه اللي مثلا الكنائس البروتستانتيه والكاثوليكيه اللي في الخارج ان هم ناس عايزين يساعدونا. صح. يعني ويهمهم انها. فدي كان طبعا بالاضافه الى الفتره اللي انا يعني زي ما اتكلمت على رحلات مع قداسه الله، فدي كانت يعني اهم حاجه في فتره اسقفيه الخدمات اللي هي يعني استمرت لمده. لذلك انا لما رحت لوس انجلوس يعني ابتديت اعمل نفس الحكايه يعني ان برضو نفس تقريبا برامج مماثله بس بقى مموله من شعبنا يعني عشان تخدم مصر، لانه خدت خبره اسقفيه الخدمات. صحيح. طبعا كمان ادتني خبره ماليه يعني انا طبعا ما درستش حسابات، وانما التعامل مع الهيئات بيخلينا بقى لازم نعمل بروجكت بروبوزل يبقى فيه ميزانيه والكلام اللي انا قلته ده، فده طبعا برضو اداني فكره عن هذا العمل يعني انك تعمل حاجه منظمه يعني. اكيد طبعا. صح يا سيدنا. بس انا كنت بقى رايح لوس انجلوس فاكر هناك هلاقي الكنائس هناك منظمه اداريا يعني، فلقيت لا يعني مثلا مره كنت مع لجنه كنيسه بيتكلموا على المشاكل المعتاده دي اللي هو يعني طب فود عايزين نصرف وامين الصندوق رافض وكده، فبقول لهم طب اعملوا ميزانيه بادجت. فاستغربت انا مش حاجه زي كده، وبقى بعد تبرر ان دي ضد الايمان عمل بادجت وبتاع. يعني استغربت يعني ان احنا يعني ازاي الكنائس يعني مش منظمه اداريا وماليا. كنت فاكر بقى يعني الخارج هيبقى اكتر حاجه تانية غير مصر. بس احنا يمكن عشان احنا كنا بنتعامل مع هيئات فكان لابد ان احنا نعمل كده، لكن طبعا دلوقتي ابتدوا يتنظموا بكل سينيا كل حته طبعا زين. بعد ما تم تجليس نيافتك على ابراشيه لوس انجلوس وجنوب كاليفورنيا سنه 95 سيدنا، في اول سنه نيافتك ما خدتش اي قرار بس كنت بتشوف وبتراقب الموقف وبتستفيد من الموقف وبتعرف هتعمل ايه. ممكن نعرف ليه سيدنا؟ ما هو انا الحقيقه انا استمعت لنصيحه من المتنيح الانبا هيدرا، يمكن هو قالها يعني كده عرضا، لكن انا لما رحت عشان التجليس فكنت مسافر مع نيافه الانبا هيدرا، لان هو يعني ابويا روحي وكان مسافر في الطياره، فاحنا طبعا بنتكلم، فانا كنت فبيقول لي قال لي عبارة كده، قال لي شوف أي إبرشية جديدة تحتاج على الأقل إلى 10 سنين كده. فأنا خدت العبارة دي مش كنوع من يعني تثبيت الهمة، بالعكس أن الإنسان الأسقف لما يروح جديد يبقى صبور. صحيح. الناس وعلى المشاكل يعني أنت رايح مثلا في مكان صحيح، انا يعني بحكم ان انا كنت بسافر مع البابا بنروح لوس انجلوس كتير فعارف المشاكل اللي فيها يعني او الظروف اللي فيها، لكن هناك فرق. صحيح. لان واحد يقعد ويسقف. فلذلك انا يعني اديت لنفسي وقت ان انا اسمع واراقب وما اخشش في مشاكل. فاول حاجه مثلا طبعا اي لما بيروح اسقف جديد اول حاجه سالت هو ايه الصوره اللي الواحد عايز يواجهها للناس كاسقف يعني،
للناس ما كانش في أسقف مقيم يعني أساقفة بيجوا زيارات ويعني بيجي يزور لأي سبب من الأسباب أو في مشكلة الأسقف بيروح وبعدين يمشي يعني في صورة الأسقف القاضي اللي جاي يحل مشكلة أو جاي مثلا لأي أسباب أخرى يعني. أنا عرفت يا سيدنا بعد إذن يافتك إن كان في 15 كنيسة و 19 كاهن بس أول ما يافتك وصلت يعني يعني أعتقد إن الإبراشية بقت حاجة تانية خالص ياريتني يافتك برضو تكلمنا عليه. هو طبعا العدد ده كان يعتبر عدد كبير بالنسبة في مكان لأنه كانش لسه المهجر فيه كنائس كتيرة وبعدين هي منطقة جغرافية محدودة يعني جنوب كاليفورنيا طبعا هواي دي جزيرة يعني عدد بسيط اللي فيها إنما فيها تجمع فإنما كان فيها يعني طبعا إن فيها كنائس وكنائس فكل كنائس بيبقى لها بعض التحديات وفي ناس مستريحة من الكاهن وفي ناس مش مستريحة من الكاهن طبعا. فلما بيجي أسقف جديد بيفتكروا إن الأسقف ده يعني جاي عشان خاطر بقى يعني اللي عنده مشكلة مع السيسي يجي وهو ده بقى اللي هيظبط الدنيا فأنا شكاوي لما كان يجي لي حد أنا رحت أنا اتجلست يوم 23 ديسمبر سنة 95 فلما كان تيجي مجموعة مثلا يقولون مثلا أبونا بيعمل وسوى والآخر أسألهم سؤال الكلام ده حصل قبل 23 ولا بعد 23 سؤال جميل ده سيد فطبعا هيبقى قبل 23 لأن أنا لسه جاي فأقول لهم خلاص اللي قبل 23 انتهى ده لا يعني ده كان قداسة البابا يشرف مباشرة ويبعت أباء أسقف فأكيد أن الحلول اللي عملت هي أحسن حلول أنا كلموني على بعد 23 فقفلت باب إيه؟ الشكوى فقفلت باب أن احنا نقعد نجيب القديم صح عشان خاطر ما نقعد بقى نجيب القديم يبقى مش هنعمل حاجة مش هنعملها جديد صح يا سيدي يبقى مش هنتقدم صح تاني حاجة يعني أنا قلت بالنسبة للأباء الكهنة إن احنا اجتماع الكهنة يبقى فيه حرية في الحديث فيه ونناقش أي موضوع بكل حرية وبعدين ناخد قرار نلتزم به وابتديت أركز على الشباب لأن طبعا الشباب ما عادش يعني الاهتمام به مش كتير وفي نفس الوقت يعني كل كاهن عنده كام عيلة كده بيمولوا الكنيسة يقولك الأسقف جاي ياخد العائلات دي فأنا سبت الحكاية دي فقلت إيه خليني أنا إيه مع الشباب مع ودول إيه فعملت لجنة اسمها لجنة الشباب وقعدت بقى معاهم واجتماعات واهتمت بيهم اللي منهم وسمت كهنة بعد كده أوه جميل ما هو صح وكمان كنت فرصة أن أنا أعرف المجتمع لأن أنا يعني اتربيت في مصر وما أعرفش المجتمع الأمريكي صح. أسمع لكن وكان دايما الشباب يبقى أسمع لهم حتى كان يقولوا إحنا we will educate you هنعلمك فكنت أسمع وأشوف لأن أنا يعني حصل أن أنا رحت مؤتمر للشباب ودايما أنا أحكي القصة دي ودخلت في جروب ديسكشن كانوا هاي سكول يعني ثانوي فبسأل سؤال بقول لهم يعني افترض أن أنت أسقف للوس أنجلوس وأولويتك الشباب إيه أول حاجة تعملها للشباب فواحدة من البنات نطت وقالت لي to listen to them تسمع لهم ففهمت بقى ايه ان مفيش حد بيسمع لهم اهو كده وبعدين كنت الاحظ لما كنا نعمل مؤتمر شباب كان من الاجزاء المهمه في المؤتمر اللي هي زي حفله السمر كده ان هم يعملوا حاجات الولاد يعني فكان دي بقى بيطلعوا اللي عندهم فيها فكنت اشوف مثلا لما يجوا يصوروا العيله فدايما الاب قاعد بيقرا جورنال والأم مشغولة في المطبخ فالبنت تيجي لأبوها أبوها يزعق تروح لأمها ما تزعق فيها يعني إيه محدش راضي يسمع لها محدش فضيلة فيعني فحسيت إن في هنا ما هو دايما الأب والأم بيعلم صح لكن مش هيتعلم من عياله الأسقف هيروح يعلم الناس عايزة تسمع إجابات بس إحنا وضع مختلف بقى إحنا رايحين نتعلم لأن لو ما تعلمناش مش هنعرف نعلم يفتك متواضع سيد
لا ما هو دي واقع طبعا. هما وده حتى في العيلة، ما هو حتى في الأولاد، ما ساعات مشكلة الآباء والأمهات اليوم إحنا كده، إحنا تربينا كده، إحنا طلعنا كده. طب صح، ما أنت طلعت كده، بس هما طالعين في مجتمع تاني. صحيح صحيح. فلازم أسمع ليهم. نفس الكلام بالنسبة للكاهن، نفس الكلام بالنسبة للأسقف، لما كانش نشأ في نفس المجتمع، وحتى دلوقتي في جاب في الزمن، يعني حتى نفس المجتمع، يعني احنا مثلا عندنا ممكن تكون خادم أو خادمة اتولدوا في أمريكا وعاشوا في أمريكا ووصلوا مثلا خلصوا بيدوا، فيقولوا البنات مثلا أو الولاد اللي هم في الهاي سكول أو الجينيور هاي، لا ده دول مختلفين تماما عن ما احنا كنا احنا الخنراتس يا سيدنا الجينيريشن. فيعني يعني في كالتشرال جاب وفي ايج جاب او جينيريشن جاب. فان كان ده بالنسبه للي طلع في المجتمع، فبالك بقى اللي جاي جديد من مجتمع تاني. فهنا عشان كده انا بقول دي كانت بقى بالنسبه لي مهمه، ان الواحد ما يسرعش في اخذ القرارات. صحيح. لكن يبقى له فيجن للمستقبل، يعني مش قاعد كده ما مش دريان، لا يعني بيبني الحاجه، بيفكر، بيدرس. وبعدين انا قلت ايه، طب خليني بقى انا اركز على الشباب، اركز على الكنائس اللي هي ما فيهاش كهنه، اركز على الحتت البعيده. خاصه انا لما خدمت كنيسه صغيره، كان لسه بنأسسها، فتؤسس. نقدر نعرف عند نيافتك كم كاهن دلوقتي وكم كنيسة؟ احنا الكهنة دلوقتي 90، وعندنا 25 أرشي وديكون، يعني أرشي ديكون وديكون، و 42 كنيسة. فيعني عايز أقول إنما المهم هي كمان النوعية مش بس العدد. يعني صحيح. احنا مثلا عندنا تقريبا تلت الكهنة من اللي هم نشأوا في أمريكا، وده بيتهيألي أفضل يا سيدنا، لأن هم يقدروا يتابعوا. لا لا لازم يعني هو مش دي التزامست. صحيح. وإلا هنبقى غرب عن بعض. صحيح. لأن مهما احنا عملنا لازال الواحد يعني بيفكر بالعربي. صح. مهما اتكلم إنجليزي لكن فكر بالعربي. صحيح. ده كان سؤال لطيف قوي كنت بسأله لولادي، كنت أقول لهم أنتوا بتفكروا بإيه؟ أنا بفكر بالعربي. فقالوا لا إحنا بنفكر بالهولندي. صح. عشان كده اللغة في فرق بين نفكر بالعربي وترجم. صحيح صحيح سيدنا. وفي فرق بين إن أنا بفكر بكده. فهنا برضو دي حتة مهمة. طبعا. إنه لذلك أنا بقول إحنا يعني احنا فتره ترانزيشنال، لكن هو ده اللي هيقود الكنيسه انها ازاي تبقى مور انتجريتد في المجتمع اللي هي عايشه فيه. صحيح سيدنا.